شبكات مياه الشرب والصرف السكن في المنيب والمناطق دي كلها. ماشي، لو انا ماسك من مديريه امن الجيزه لغايه المنيب ان شاء الله. طبعا عندنا في مشكله في موضوع المدارس، اللي هي العدد الابناء الولاد في المدارس بيوصلوا ايه 66 عيل في الفصل، ما ينفعش. يعني المتوسط يبقى ايه تحت 30 عشان يقدروا ايه يستوعبوا ويفهموا الموقف. النقطة اللي بعد كده عندنا منظومة هيئة المواصلات والنقل العام، المترو اللي عايزين نزوده لغاية 6 أكتوبر